السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، وين يوسف بليلي في آخر تصريحات تاعو لا بديل لنا عن الفوز للبقاء في الصدارة. هذه حد ما قالها لحد. راي بوركينا فاسو خليتهم لا ربحوا، وين قاعد تفرج فيهم واحد تفرج فيهم قريب ميتو، خليتهم رابحين 1-0، تفرج فيهم واحد 35 دقيقه ما على باليش على كملوا. المهم خليتهم رابحين 1-0، خليتهم لاعبين، خليتهم وقيله في 30 مينيت وقيله مركاو بنت. دروك ني دروك بوركينا فاسو عندها 10، لازم حنايا نفوزوا فانيك ونفوزوا. ما شي قضيه زعما كنا نقولوا حنا غادي نفوزوا المباراه هذه، يعني بالكوفيتير غادي بالكوفيتير، يعني المباراه هذه وين بوركينا فاسو ربحتهم بزوج، حنا ما نربحوش، حنا ضربناهم بستة. بوركينا فاسو ربحت بزوج، حنا ضربناهم بستة. بوركينا فاسو قعدت نص ساعة باش ماركات الجيبوتي، حنايا 4 دقائق الأولى كنا مكملين تاع بوركينا فاسو آلي روتور، ربع ساعة كنا مكملين بوركينا فاسو واش ماركات الجيبوتي، حنا كنا ماركين في ربع ساعة الأولى برك. هذاك لا محرز كان كي والو، كون محرز كان مليح كان وحدو يماركي 12، كان وحدو رايح يماركي 12. حنايا 6 ضربنا 6 النيجر. اليوم إن شاء الله بربي فانيك اش غادي يدوها، غادي يدو كي هما كي خبوتهم، كاع يفوتوا كاع يدخلوا للصف، كاع ندخلوهم للصف. انا اليوم غادي نخلو مورانا فرنسا اليوم نحطمو لها الكبرياء تاعها في كرة القدم. حنا هما اللي غادي نطيحو لها الكبرياء تاعها، هذه اللي نقولها. وين اشعل يوسف بليلي حاله من الحماس داخل المنتخب الوطني بتصريحات قبل مباراة النيجر المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022، ويحل الخوض ضيوف على النيجر مساء اليوم في الجولة الرابعة من تصفيات إفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بعد من أيام من الفوز بنتيجة 6-1 على الملعب مصطفى تشعكار في الجولة الثالثة من تصفيات مونديال قطر. احنا يضربوك نحوسوا على احنا كيما يقولك رانا نحوسوا على 6 نقط، نحوسوا على 3 نقط. هذا المباراه بشغل ماشي 3 نقط، شغل 6 نقط. هذا المباراه بشغل 6 نقط، هذه اللي نقولوها. المباراه هذه اللي ان شاء الله تكون في كيما يقولك تكون في خزانات المنتخب. انا 6 نقط، انا قلت لكم على 6 نقط، و3 نقط هذه راهي مضمونه فانيك تاع اليوم، يعني هي مضمونه غادي نلعبوا صاي مضمونه 3 نقط. وقام كاشي ونربحوا. هذه النيجر ماشي نيجيريا، هذه النيجر، هذه ماشي كوتيفوار سينيغال، ولا هذه نيجر نورمال. غادي نفوزوا عليهم بطريقه يعني اكثر من سهله، بطريقه اكثر من سهله. ما غاديش يغبنونا النيجر، ما ماشي النيجر اللي غادي تشدنا. الا النيجر تشدنا ما يعطونا كوب ديمون تقول لا ما نروحوش، يعطونا كوب ديمون تقولوا لا ما نروحوش. خاص ماشي النيجر اللي غادي تشدنا، ولا النيجر اللي غادي ندير حسابها نديروا لها حسابات، ولا جيبوتي، ولا حنا مع بوركينا فاسو غادي نديروا 5% حسابات معاهم، 5% برك، خاطر غادي رايحين نفوزوا عليهم بطريقه يعني كيما يبغوا. بوركينا فاسو غادي نلعبوا لهم في سان جويي، ولا نلعبوا لهم في وهران، ولا غادي كيما يبغوا كيما يبغوا كيما يبغوا غادي نفوزوا عليهم بوركينا فاسو. ذاك التصريحات تاع المدرب تاعهم وهذوك منا ومنا غادي كاع يحطوا كاع التصريحات تاعهم، غادي كاع هدرتهم غادي نديروها لهم في الساك بوبال ونقيسوها. غادي تكمل المباراه معاه، وحنا صورتو حنا في نوفمبر، حنا في نوفمبر الجزائر ما تخسرش في نوفمبر في كاع المجالات، ما تخسرش. اي جزائري يشارك في حاجه في شهر نوفمبر ما يخسرش. كاين نوفمبر وكاين عيد الشهيد وكاين سان جويي، الجزائر ما تخسرش فيهم، هادو ما نخسروش فيهم حنايا. هذه هي
وقال بلايلي في تصريحات تلفزيونية وين عزم محاربي الصحراء على تقديم الأفضل مستويات خلال مباراة الإياب أمام النيجر. قال بلايلي في هذا الصدد: الفوز على النيجر مهم من ناحية المعنوية ويضمن لنا الاستمرار في الصدارة. وأضاف: الآن علينا تركيز على المباراة والعودة فقط، لأننا نريد تواجد في المونديال ونمتلك إمكانيات لذلك. وأتم النجم نادي قطر القطري: سنقدم أفضل ما لدينا من أجل الوصول إلى هذا إلى غاية يعني في إلى غايتنا في الفترة المقبلة. ويتصدر المنتخب الجزائري المجموعة الأولى في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم برصيد 7 نقاط بفرق الأهداف أمام المنتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، يعني إحنا رانا خير منهم. قول فيراج إحنا كما يقول قول فيراج غادي نتكلموا على المنتخب، غادي نحوسوا كيفاش وين نقول نحوسوا كيفاش المنتخب الوطني يعني نفوزوا، نحوس حاجه نحوسوا نفوزوا نحوسوا نروحوا لابعد نقطه. ايام بعد كلش 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 يسهل، هي الغرقة وين الغرقة في هذه الكاليفيكاسيون، هي كي تروح الكوب دي مون يا خويا كلش يتبدل، كلش يتبدل، اللاعب ويتبدل في عقليته، اللاعب ويتبدل في عقليته، كلش يتبدل كلش. هذيك نشوفوا بلي المنتخب الوطني الجزائري هو احنا رانا مستهدفين مستهدفين ماشي يعني على بالك ما نضحكوش على روحنا الغاشي، نقولوا باللي المره المغربه بحاقرينا ما نضحكوش على روحنا الغاشيه، ولينا نضحكوا الغاشي على روحنا، ما نضحكوش الغاشي على روحنا. لازم نقولوا باللي مستهدفين، ليزيكي المنتخبات متشوقين شكون اللي يربحنا، هذه راني معاك. بصح باش تجي تقول باللي المغرب حقرك عي المغرب حقرك، تروح عضاك اللي مي تقول لهم عضني عضني أصبع يقولك أصبع عضك، وكلمة تقوله سبع سبع عضك، مش كيف كيف، ها عيب. مع النيجر عيب، لازم تقول لازم تهدر صعيبة علينا صعيبة، نقوله صعيبة مع السنغال، واه سنغال تلقى سنغال صعيبة، نكذبوا على رواحنا ولا بنقولوا نربحوهم بربعة وخمسة، لا صعيبة تبقى مباراة صعيبة. كاين مقابلات كلاسيكية بين الكاميرون نيجيريا، هذو مباريات ما تنجمش تعرف ما تنجمش تربحهم ولا يعني يربحوك تربحهم. كوت ديفوار تونس هذو مباريات زعما ما تقارعش باللي غادي تربح 100% غادي دير باللي تربح، دائما دير 50-50. بس مع النيجر ولا جيبوتي ولا يا خويا ما انا من انا ينرفيني بنادم من نصيب ويقول لك مباراه معقده مع من مع جيبوتي مع من مع النيجر مباراه معقده، ما كاش كاع من هذه ما تجيش منها كاع هذه صاحبي. على هذه نقولوا يا ودي احنا وين بلايلي استعرب بيه قال لك لا بديل لنا عن الفوز للبقاء في الصداره، خاطر على ديروا حسابكم باللي بوركينا فاسو لعبوا بنهار قبلنا تشوف راهم والله ما شفتهم شحال كملوا كملوا 1-0 وقيلا ربحوا 1-0 ولا ما على بالي، المهم خليتهم رابحين 1-0 هنايا خليتهم رابحين 1-0 بريمير ميتو. المهم احنا نحوسوا كيفاش المنتخب الوطني الجزائري، يعني ما نحوس انا هدرتها ونعاودها، ما نحوس على بوركينا فاسو اللي يعرف كرة القدم، ما نحوس نحسب البوركينا فاسو، نعرف بلي بوركينا فاسو غادي يلعب بانيك غادي يلعب مباريات سهلة كيما مع جيبوتي، في راسك في راسك لا كاش مفاجأة، بصح مفاجأة هذا الوقت مكاش مكاش مفاجأة هذا الوقت، راهي مفاجأة للكبير برك يربح بالستة سبعة مفاجأة، حنا مين نربحو بالست زعمك مين نربحو 1-0 وتبنى مفاجأة كيفاش نربحو 1-0 نورمالمون نربحو بالستة سبعة. على هذيك نقولو بلي ودي اليوم ما نقراش البوركينا فاسو تخسر ولا تعثر ولا لا، نحوس انا لهنا يا خويا اللي يجي ولا اللي نروح له دق دقو وانا نفوت
هذه يسموني انفود، هذه في هذه يسموني انفود.